السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام وصحة وعافية إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم، لدعمنا ولتتواصلوا بأحدث الفيديوهات إن شاء الله. الكثير يسأل، الذين سألوا عندي في الخاص، هل يمكن استعمال رابط واحد، رابط إعلاني أو شفرة إعلانية في العديد من المدونات، المدونات يعني شفرة ريفن هيت يمكن وضعها في العديد من المدونات والربح منها، وهل هذا يعد مخالفا إلى آخره؟ هذه الشفرة نعم يمكنك وضعها، وأنا مجربها. يمكنك بشفرة واحدة وضعها في العديد من المدونات والربح منها إن شاء الله، والأمر ليس مخالفا، وسوف تظهر عندك العائد، يعني العدد الذي يعني كسبت في ذلك الموقع والموقع والموقع الثالث والرابع إلى آخره، باسم ذلك أو بتلك الشفرة الواحدة، ويكون العدد كبير مع سبام عدد كبير، وتجني منه الأرباح إن شاء الله، وهذا لا يعد مخالفا لدى ريفن هيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.